كابتن امير هسيبك تكمل النقطه دي، نروح بس لمداخله مهمه جدا معانا الفنان الاهلاوي الجميل الفنان احمد جمال، صاحب اشهر لقطه في مباراه تتويج الاهلي، مباراه الاهلي والترجي. منورنا ابو حميد على قناه الاهلي. منوره طبعا بناسها ومنوره بيكوا كلكم، وعايز اسلم على كابتن امير طبعا حبيبي، يعني ده طبعًا. على راسي اخويا الكبير حبيبي احمد. احمد جمال كنت منور استاد القاهره وصاحب لقطه شهيره وانت بترفع نسر الاهلي اللي اترفع في المباراه، وحاجه طبعًا. من الحاجات الجميله وشفنا جمهور النادي الاهلي ومعانا اللقطه على الهوا دلوقتي. ايوه طبعا. لا يعني انت احنا كلنا عارفين طبعا الاهلي بالنسبه لنا ايه، وبعدين الاهلي بالنسبه لي ده يعني الاهلي في الدم بالنسبه لي، لان انا جدي فريد شوقي، انت عارف طبعا انا جدي الله يرحمه كان من اكبر مشجعي الاهلي، وانا ده ورثته حبا منه. فطبعا يعني اقدر اقول لك انها حاجه يعني فخر ليا بصراحه ان يبقى حاجه زي كده. العائله كلها اهلاويه. طبعا. بدايه من طبعًا. الجد العظيم الفنان الكبير فريد شوقي رحمه الله عليه، يعني طبعًا. كان اهلاوي وكان متواجد على طول في النادي الاهلي، وكنا يعني بنشوف صور وهو في ملعب مختار التتش وكان بيلعب الماتشات الخماسي دايما. أيوة. مع بعض الفنانين. مظبوط. شفت مباراه الاهلي والترجي ازاي وشفت الحضور الجماهيري ازاي؟ انا كنت مبسوط جدا طبعا بالشكل العام وبالحضور الجماهيري الكبير اللي كان موجود. الناس بتحب الاهلي بجد، الناس بتحب الكيان بجد. الفريق بصراحة كان برضو الماتش كان حلو جدا، الفريق كان مركز جدا، اللعيبة كانت مركزة عايزين يكسبوا، وفعلا قدروا انهم يعني ناخد اللقب ال 12، ودي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لنا، وان شاء الله اللي بعديها واللي بعديها كالعادة. يعني كان منظر حضاري جدا، منظر جميل جدا، واتمنى ده يفضل موجود على طول. طبعا عايزين نشكر يعني كل اجهزه الدوله اللي كانت متعاونه، وده يعني النتاج الطبيعي. وانا بقى بشكل خاص عايز اشكر جمهور الاهلي. أيوة. وجمهور الثالثه شمال اللي انا كنت واقف معاه. ايوه، احنا دلوقتي وانت معانا على التليفون احنا جايبين اللقطه وانت واقف عند نسر النادي الاهلي. ايوه طبعا. وجمهور الثالثه مكاني المفضل، يعني انا جمهور الثالثه من زمان. انا ده بالنسبه لي ده المكان المفضل. وانا اعتبر واحد منهم، مش عايز برضو ابقى بكبر الموضوع قوي، وانا بس انا الاهلي بالنسبه لي مكانه خاصه من زمان، من وانا صغير بسبب عيلتي وكده. وطبعا وانا حبي النادي الاهلي كبير، ابني اصلا بيلعب في اكاديميه النادي الاهلي اصلا، يعني يحيى ابني بيلعب هناك. ف يعني اتمنى ان انا حتى اشوفه هو كمان بيمثل النادي الاهلي، ويبقى حاجه كبيره قوي في النادي ده ان شاء الله. ان شاء الله. وانت بتتفرج على المباراه 90 دقيقه، في وقت كنت قلقان فيه ولا كان عندك ثقه في اللعيبه؟ ان شاء الله البطوله من نصيبنا واليوم ده هيكون اهلاوي. لا اكيد طبعا بنبقى قلقانين، دي كوره، احنا عارفين ان في اي وقت ممكن يحصل اي حاجه، ولكن اللعيبه كانت مركزه. اوفا طبعا يعني متالق عالمي. اليوم ده كان شاطر جدا، قوي جدا، انا متفائل بيه جدا. الشخص ده ان شاء الله طبعا يعني ابن البطله كده يطلع بطل، مش محتاجه سؤال. لا اللعيبه كلها كانت ممتازه، بس طبعا قلبي كان بيقع في كل كوره، اكذب عليك. قلبي كان بيقع في كل كوره طبعا. بعد ما خلصت المباراه كملت احتفال فين بعد بعد الاستاد واحتفاليه الاستاد؟ في الشارع بقى طبعا. كملت مع جمهور جمهور الاهلي في الشوارع بعد كده؟ كملنا بقى طبعا كلنا، ما ينفعش، ما اليوم ده مش هيخلص، ما في ايام كده ما بتخلصش. لازم تكمل معاك لحد الصبح، فطبعا فضلنا مكملين. وكملت بقى مع اهلي طبعا بقيه الاحتفال في البيت. بعد المباراه يعني، وده دايما يعني جمهور النادي الاهلي دايما جمهور مختلف، وهو بعد ال 12 بيقول 13 يا اهلي، شفت الكلام ده ازاي؟ الكلام ده والله يعني بص هقول لك بكل ثقه ان ده الطبيعي. ده الاهلي يعني ال 12 خلصنا، يلا ال 13 يا اهلي، وده الطبيعي، وده اللي ان شاء الله ان شاء الله هيحصل. يعني بثقتنا في ربنا طبعا، وان اللعيبه دي لعيبه رجاله، وزي ما عملوا ال 12 هنعمل ال 13 وال 14، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، يعني مش حاجه عليه. تمام. فنان الاهلاوي الجميل احمد جمال بنشكرك شكرا جزيلا. ومناسبة الفنان احمد جمال يعني حفيد واحد من الاهلاويه الكبار، ايضا الفنان الكبير رحمه الله عليه الفنان العظيم فريد شوقي.